تبصير مركز المدرسيه. اول مره تحضر المول السنه؟ لا انا على طول الحمد لله بقالي حوالي 11 سنه الحمد لله بحضر على طول جميع اهل البيت ان شاء الله بنحضر لهم على طول. ايه رايك في اجواء المول السنه؟ لا السنه الحمد لله في جديد والله اكبر. عامه اهل البيت عامه سبحان الله كل سنه بيبقى احلى من السنه اللي بعديها بفضل الله العلي العظيم. السنه دي احلى يعني؟ الحمد لله رب العالمين. شايف الله. ان الحفاظ على اقامه الموالد ده شكل من اشكال التدين المصري؟ نعم. شايف ان اقامه الموالد يعني يعتبر شكل من اشكال التدين في مصر؟ طبعا طبعا ده اهل بيت سيدنا رسول الله احفاد سيدنا النبي. احنا ده كل ما نصلي على سيدنا رسول الله احنا نحب اقامه سيدنا رسول الله. انا شايف انه من الضروري نحافظ على العاده دي. الحمد لله رب العالمين ده طبعا الحمد لله لحد ما تكون الساعه باذن الله. محمود من اسكندريه. اسكندريه. اول مره اشارك في المولد؟ لا على طول كل مولد بادي وحفله وبستريح نفسيا وذكر الله ده وخلاص تذكر الله كده تنسى الدنيا وربنا بيقول لك في مصيرك وبتشوف كل حاجه قدام منك واخد بالك وبتلاقي نفسك مستريح نفسيا. في مولد السيده زينب، في مولد الحسين، السيده نفيسه، فاطمه الزهراء، ابو العباس، سيدي جابر عندنا في اسكندريه. ايه رايك في اجواء المولد السنه دي؟ المولد حلو كل حاجه بس الناس مش مخلصه. أول مرة تيجي مولد ولا؟ هو أول مرة إن شاء الله. شايف حركة البيع والشراء بالنسبة لك إزاي؟ هو يعني لحد تقريبا ساعة يعني إيش؟ لسه الجو من يوم كده وكده. شايف يعني إن مفيش إقبال جماهيري يعني؟ لا هو الإقبال الجماهيري بيبدأ من بعد العصر إن شاء الله. خير إن شاء الله يعني. متفائل يعني إن؟ لا طبعا لازم أكون متفائل. Hello.